طيبة أحبتي مشاهدي قناة دجلة الفضائية، وصلنا للتو إلى دولة قطر، وبالتحديد نتواجد الآن ككوادر دجلة من أمام مطار الدوحة هنا بقطر. الآن هنالك جماهير كبيرة تصل بهذه اللحظات هذا المطار من أجل مؤازرة منتخبنا الوطني الذي يخوض مباراة اليوم. شو تقولوا اليوم قنقن؟ حبيبي قلت في الفندق ما أروح للملعب. إيه للملعب قبل. شكرا لقلاد دجلة رفقة الفريق، يعني من بغداد احنا الان وصلنا للمطار حتى الفندق من هنا للمباراة، واقول اقولهم دوسي على قلبي دوسي والفوز على اندينوسي، دوسي على قلبي دوسي والفوز على اندينوسي. لازم اليوم نطالب اللاعبين فرحة عراقية لكل الجماهير العراقية، وان شاء الله الفوز عراقي. الفوز شنو؟ عراقي. الفوز شنو؟ عراقي. هلا بدجلة، هلا هلا بدجلة، هلا 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 بدجلة. الآن نتواجد وإياكم من أمام مطار الدوحة بقطر، وسنواصل يعني معكم تغطياتنا الموسعة سواء ببرامجنا الرياضية وسواء بالبرامج الصباحية ونشرات الأخبار، حتى نضعكم عما يحدث من أجواء كأس آسيا وعما يحدث من أجواء المشجعين والروابط التي وصلت الآن دولة قطر من أجل مؤازرة وتشجيع المنتخب العراقي الذي يخوض مباراة اليوم مع اندونيسيا. الأعداد كبيرة الآن تصل، صغار وكبار يصلون الآن إلى دولة قطر من أجل الذهاب إلى الملعب حتى قبل لحظة وصولهم إلى مساكنهم بالفنادق المخصصة لهم. ومثل ما قلنا ستستمر دجلة بنقل كافة تفاصيل هذه البطولة وبلا رتوش.